صعب وكلنا متحملين مسؤوليه ان شاء الله زي ما قلت لحضرتك استقرت. وان كان في بعض النقاط حضرتك برضه خدمه كبيره جدا ان شاء الله رب تحتوي جميعا. ويعني زي ما بيقولوا عايزين نعدي المرحله الصعبه. وباكد لحضرتك ان النواب لن يقبلوا خطا لا في حق البرلمان ولا سياده ولا في اي نائب من النواب. نطلب من جميع برضه ان احنا كلنا تبقى طريقتنا حتى افضل، طريقتنا تغير الشعب على قدر المسؤوليه في الوقت الصعب اللي احنا فيه، لان احنا بنعدوا على جميع. احنا في الاخر برضه بقول لحضرتك ما بنتكلمش على الكلام حوالي على الدستور، حضرتك قامه لينا وحضرتك المثال لينا يا فندم والقدوه لينا. حضرتك يا فندم كبير. شكرا.